الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا ووالدينا وأحبتنا وجميع المسلمين من النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واستعدوا لسؤال يوم القيامة، فقد قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. عباد الله، إن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان وسؤال، وأما سؤال يوم القيامة فهو ابتلاء أكبر، ولذلك نتذكر حساب يوم القيامة وسؤال يوم القيامة بتذكر سؤال وامتحان الدنيا. عندما نرى أبناءنا وبناتنا وأحبابنا يجتازون امتحانات الدنيا، ونرى ما يعيشونه من مثابرة ومصابرة، وما يعيشونه من حالة نفسية عصيبة في انتظار الامتحان، متى سيأتي يوم الامتحان؟ وبماذا سأجيب يوم الامتحان؟ وهل سأوفق يوم الامتحان؟ وهل سأجعل لكل سؤال جوابا؟ وهل سيكون جوابي صوابا؟ وما هي الدرجة وما هي الدرجات التي سأحصل عليها في هذه الامتحانات؟ كلها أسئلة يطرحها شبابنا اليوم، وتطرحها بناتنا اليوم، وهم مقبلون على الامتحانات ولا يدرون كيف ستكون النتيجة وكيف سيكون المآل. هل سنكون من الناجحين الفرحين أم سنكون من الراسبين الخاسرين؟ فلذلك معاشر الأحبة، لا بد أن نقف وقفات قبل أن نصل إلى هذه الامتحانات، وما نعيشه نحن وما يعيشه أبناؤنا، لأن فترة الامتحانات لا يعيشها الأبناء وحدهم، وإنما يعيشها الأب، وتعيشها الأم، وتعيشها الأسرة، ويعيشها المحيط كله. حينما يقبل ولدك أو بنتك على الامتحانات، خصوصاً الامتحانات الإشهادية، فإنك تعيش جو الامتحان في البيت قبل الامتحان وأثناء الامتحان وبعد الامتحان، وتترقبون جميعاً
النتيجة هل سينجح هذا الولد؟ هل ستنجح هذه البنت؟ كلنا يترقب وكلنا يتساءل ونعيش هذا الهم والغم والكرب والسهر وقلة النوم وقلة الطعام والشراب والفرح انتظارا لتلك النتيجة. هذا الانتظار وهذا الهاجس يجعلنا نتساءل سؤالا، هل نستعد لامتحان يوم القيامة بنفس الاستعداد؟ وهل نعد لأجوبة الامتحان يوم القيامة نفس الاستعداد؟ وهل نعد أنفسنا ونعد أبناءنا لهذا الامتحان الكبير، لهذا الامتحان العظيم؟ هل نغرس في قلوب أبنائنا كيف ينتظرون ذلك الامتحان وكيف لا يفوتهم الاجتهاد للنجاح في ذلك الامتحان كما يجتهدون في دار الدنيا لكي لا يفشلوا ولكي لا يرسبوا في امتحان الدنيا؟ فعلينا معاشر الأحبة ونحن نعيش مع أبنائنا هذه الأجواء أن نستحضر هذه الثنائية، الاستعداد لامتحان الدنيا والاستعداد لامتحان الآخرة. كيف يكون الاستعداد لهذين الامتحانين؟ كيف يكون الاستعداد؟ أولاً ينبغي التوكل والاعتماد على الله، لأن هناك استعدادات يستحضرها أبناؤنا ونستحضرها جميعاً وهي مطلوبة ومرغوبة، الحفظ والمراجعة والمذاكرة والدعم والساعات الإضافية، هذه أمور نحتاج إليها، يحتاج إليها أبناؤنا. ولكن مع هذا الاستعداد العلمي المادي لا ينبغي أن يفوتنا الاستعداد العقدي، الاستعداد النفسي، الاستعداد الذي سيجعلك تغلب الكفة، الاستعداد الذي سيجعل ولدك أو بنتك تغلب الكفة هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى. لأن الذي يسدد العبد ويعين العبد ويوفق العبد ويسهل الأمر للعبد ويحضر الأجوبة الميسرة للعبد إذا نسيها هو الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا اعتمدت على الله سهل عليك كل شيء، إذا اعتمدت على الله بقلبك وقمت بالأسباب، لأن عندما نقول الاعتماد على الله أو التوكل على الله فيه ركنان، أحدهما عمودي والآخر أفقي، ركنان، ركن التوكل. ما هما ركن التوكل؟ ركن التوكل الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب. الاعتماد على الله سبب عمودي يربطك بالله، تجعل أمرك كله بيد الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الأخذ بالأسباب. ما هي الأسباب؟ ذكرنا منها المذاكرة والمراجعة والحفظ والساعات الإضافية والدعم وغير ذلك. لا يمكنك أن تقول توكلت على الله وتنام إلى العاشرة أو تنام إلى الحادية عشرة ولا تستعد ولا تقوم بسبب، تقول أنا متوكل على الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل؟ قال اعقلها وتوكل، اعقلها اعقلها، اعقل مادة كذا واعقل مادة كذا واعقل مادة كذا، احفظها واجتهد لها وقم وهيئ برنامجا يعني مثاليا محترما لهذه الأيام التي تنتظرك قبل الامتحانات. اعقلها وتوكل على الله. مع هذا العقل ومع هذا الاجتهاد ومع هذا البذل والجهد تتوكل على الله بقلبك فيعينك ربك سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يوفق أبناءنا وبناتنا لكل خير، آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام
على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، من أعظم الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى الدعاء. والدعاء معاشر الأحبة سلاح عظيم. ونذكر هنا بامتحان أقبل عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم، امتحان يوم بدر، حينما بات تلك الليلة كلها وهو يدعو الله سبحانه وتعالى مقبل على امتحان، معه 300 من الصحابة، وسيقابل جيشا فيه 1000 من المشاكسين ومن المشركين المدججين بكامل أسلحتهم، وقد أتوا بنية استئصال الإسلام ومحو الإسلام من الكرة الأرضية. فظل يدعو الله تعالى وهو على يقين أن الله تعالى سينصره، لأن الله تعالى وعد، والله لا يخلف الميعاد. ومع ذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الأسباب ومنها الدعاء. فظل يدعو الليل كله رافعا يديه إلى السماء ويسقط رداؤه مرة بعد مرة، وأبو بكر يرد عليه رداءه ويقول له: أشفق على نفسك يا رسول الله، والله لينجزن الله لك ما وعد، والله لينجزن الله لك ما وعد. وظل يدعو ويدعو حتى استجاب له ربه. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فظل يدعو الله تعالى. أيها الشاب، أيتها الشابة، أيها الطالب، أيها التلميذ، أيتها التلميذة، استحضروا دعاء الدعاء والارتباط بالله سبحانه وتعالى. ومن الأدعية أدعية الامتحان: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكذلك هذه أدعية نبوية: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وهكذا يدعو الإنسان ويعلم أنه سيعان من ربه سبحانه وتعالى. ثم يستحضر عند الامتحان امتحان يوم القيامة. إذا سقطت أو لم تنجح في امتحان الدنيا هذا حزن مؤقت، لكن السقوط الأكبر والخسارة الكبرى من خسر دنياه وأخرى. قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فاحرص أيها المسلم على النجاح في الدنيا والنجاح في الآخرة. قم بالأسباب، قم بالأسباب التي تجعلك من الناجحين في الدنيا ومن الناجحين في الآخرة. وأعد لكل سؤال جوابا. أجوبة الامتحان تعد لها جوابا، وأجوبة امتحان الدار الآخرة تعد لها جوابا، منذ أن تغادر الدنيا وأنت في سؤال، بمجرد أن توضع في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولكن هذه الأسئلة قد تبدو سهلة وقد يبدو الجواب عليها سهلا، ولكن يحتاج العبد إلى الثبات من الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والسؤال عند تطاير الصحف، والسؤال عند الميزان، والسؤال عند الصراط: وقفوهم إنهم مسؤولون. نسأل الله تعالى أن يحاسبنا وإياكم حسابا يسيرا، وأن يرزقنا وإياكم وأبناءنا وبناتنا الفلاح والنجاح والفوز والتوفيق، وأن يرزقنا وإياكم جميعاً وجميع المسلمين أعظم نجاح وأعظم فوز، وهو دخول الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الناجين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوردنا حوض نبينا، اللهم اسقنا من حوض نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان مبتلا فعافه،
ومن كان مسافرا فبلغه آمنا سالما غانما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر لوالدينا وارحمهم، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رب تقبل من كل من أنفق ولا زال ينفق لهذا المسجد وتوسيعه. ونسأل الله تعالى المغفرة لرجل كان ممن بنى هذا الشطر وتوسع هذا المسجد على المسلمين، الحاج سليمان توفي هذا الأسبوع، وكذلك بنى مسجدا آخر في هذه القرية وهو مسجد أسماء الله الحسنى. أسأل الله تعالى أن يتغمده في رحمته، وجميع من يحسن ويقدم ماله في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله وتوسيع بيوت الله على المسلمين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم وفق حكام ولاة أمور المسلمين لما فيه عزة ونصر الإسلام والمسلمين. اللهم وفق وأعن ملكنا محمد الثالث لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح به البلاد والعباد. اللهم اجري الخير على يديه يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي العهد الأمير مولاي الحسن وسائر الأسرة الملكية يا ذا الجلال والإكرام. آمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، تراصوا، اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.
رب العالمين. الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.